شغالين معانا بدون ألقاب، محمد الجندي، عبد الحميد حسن، وأمير هشام، وطبعا محمد سعيد، وكمان عمر ربيع ياسين، عشان يبقى البرنامج متنوع في فقرات كتيرة هتعجبكم في الفترة اللي جاية، وفي طبعا ضيوف هيبقوا مهمين جدا كل مرة نبقى معانا في أحداث ومعانا كواليس ومعانا أخبار. خلينا نقول لكم اللي معانا خبر مهم في البداية، وإن الأمن بيقرر حضور 5000 مشجع في مباراة الأهلي والنجمة اللبناني بالبطولة العربية. اتحاد الكرة تلقى موافقة من الجهات الأمنية هيكون في حضور 5000 مشجع فقط لمباراة الأهلي. كنا نتمنى أن الحضور الجماهيري يكون أكتر من كده. المباراة إن شاء الله مقرر لها يوم الاثنين المقبل. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في الفترة المقبلة، وكل التوفيق لعودة الجماهير. في كلام كتير جدا على عودة الجماهير ومؤتمرات وجلسات على أعلى مستوى، بداية من وزير الشباب والرياضة ورؤساء الأندية، كان بيتزامهم الكابتن محمود الخطيب من 48 ساعة لبحث عودة الجماهير. كلام مبدأ إن شاء الله إن الجماهير هتبدأ ترجع من بداية الشهر المقبل، ترجع بشكل كويس جدا وترجع بشكل مميز جدا في منظومة جديدة، في انضباط، في قاعدة مشجعين. نأمل إن الموضوع ده يمشي بشكل كويس، سواء بدأنا ب 3000 مشجع أو 5000 أو كلهم هيبقوا 5000، هيبقوا في 3 مشجعين عاديين و2000 من طلبة المدارس والجامعات. كلها أفكار، كلها أفكار، والكل بيبحث إنه إزاي يعود الجماهير وإزاي الملاعب تبقى متزينة أو بزينة الجماهير اللي إحنا شايفينها. كلنا شفنا المونديال الروسي وشفنا الجماهير وشفنا الفان أي دي، وعرفنا قد إيه يا جماعة، قد ايه ان احنا ما بنخترعش العجله، هي العجله موجوده والنظام موجود والسيستم موجود. مفيش مشجع يقدر يدخل يحضر اي مباراه في العالم غير بحاجتين، تذكرتك والفان اي دي. يعني ايه؟ يعني التذكره بتاعتك، بس لازم الفان اي دي عشان ابقى عارف كل بياناتك، اعرف الكرسي رقم 14 مين اللي قاعد عليه ومين اللي قاعد جنبه ومين اللي قاعد في الصف اللي ورا. امان ليك، امان ليك قبل ما يكون امان لاي حد. على فكره الاشتراطات اللي اتحطت في الملاعب والاشتراطات اللي اتحطت بشكل كبير في معظم الملاعب المصرية، خلوا بالكم إن كلها عكس يعني طرق سلامة في الفيفا وعكس النظام المتبع. فبالتالي لازم وصلنا لمرحلة من المراحل إن نكون فيها ماشيين ومواكبين الشكل العالمي. كلنا ثقة في اتحاد الكرة، وكلنا ثقة في رابطة الأندية المحترفة سواء كانت موجودة أو مش موجودة، ورؤساء الأندية، إن يبقى في حل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وزارة الداخلية اللي هي في الفترة اللي فاتت ادت الضوء الأخضر، الضوء الأخضر لعودة الجماهير وعايزين الجماهير ترجع. لكن أنا برضو رسالتي للجماهير، لما يبقى عندك فرصة إنك تحضر المباراة لازم تقدم السبت. يعني إيه تقدم السبت؟ لازم تقول للناس أنتوا غلطانين لما بتدخلش من زمان، لازم تخش 3000، الماتش اللي بعده نطلب 10، تدخل 10 نطلب 20، ندخل 5 نطلب 20، تبقى الفترة اللي جاية نبدأ نتكلم فيها ونبدأ نقول هنعمل ايه. اكيد اكيد الفترة اللي جاية هنشوف فيها جماهير، هنشوف فيها الملاعب هتبقى بشكلها مزين، الفرق المصرية بتلعب في البطولة العربية، الفرق المصرية بتلعب في البطولات الافريقية، الدوري، الدوري الممتاز اللي بادئ مبشر جدا السنة دي، وفي منافسة حلوة وفي كلام كتير جدا. لكن فين التوابل وفين الملح وفين الجمهور؟ هو ده ان شاء الله الجماهير هترجع بشكل كبير جدا. خلينا نطلع فاصل عشان نستقبل الأستاذ عصام شلتوت بعد الفاصل.